لكن بعده شفنا اعتراضات يمكن كتير من الطرفين، الطرف المغربي والطرف المصري او الاهلي المصري على حكم المباراه، يعني التاريخ فيه مشاكل كتير ورجع من الايقاف، شايف ده ازاي؟ وتنظن نتكلموا على التحكيم فهي مسألة لتضيع الوقت ومسألة لفت الأنظار للأمور أخرى، لأن يعني كنعرفوا المباراة غادا تلعب وكاين التقنيات الفار اللي كيمكن لها تصلح ما يمكن الأخطاء اللي كتقد توقع داخل الميدان، يعني هذا بالنسبة لي أنا. فاللي غادي يمكن له يتكلم على التحكيم فهو كيمكن له يشتت الفكر ديال المتتبعين او الانظار لجهه اخرى. فالكره غادي تلعب داخل الميدان، هناك فرق عندهم ثقافه الانتصار، ثقافه القلب، ثقافه القلقاب، غيكونوا متابعين متابعه اعلاميه كبيره سواء افريقيا او عربيا او حتى دوليا. لهذا بالنسبه لي انا فنتمنى المباراه تعطي داك الشيء اللي كنتسناو منها بحكم تاريخ ديال الفريقين جوج. بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا من خلال اتصال بكابتن بدو الزكي، طبعا نجوم المغرب والمدرب السابق للمنتخب المغربي. شكرا جزيلا على التواصل معنا في السادسة، ونتمنى الحقيقة أنها تكون مباراة تليق باثنين من أكبر الفرق في القارة الأفريقية ويحسمها النادي الأهلي إن شاء الله بنتيجة إيجابية. بشكرك شكرا جزيلا، وزي ما قلت لحضراتكم كل المقدمات النهاردة ترجح كفة النادي الأهلي. ده مش مجرد حب وانتماء للقلعة الحمراء بقد ما هو قراءة في أرقام قدمها فريق الأهلي في مقابل أرقام قدمها فريق الوداد البيضاوي للموسم الحالي. نقراها مع حضراتكم، هرجع لكم أنا وسارة بعد فاصل سريع جدا، نقرأ ملخصات كده لأهم الأرقام اللي اتحققت من قبل الفرقتين.